مام ايه يا حبيبي شوفي بركيلي يا ماما بركيلي ايه مبروك شو حلت المشكله بتاع تلفزيون لبنان ايه يا ماما انحلت وعينوا مجلس اداره جديد ومحسوبك عضو فيه ولا لا 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 ليش طب خبرني قلي شو صار كيف صار الحل يا ماما اتفق القوات والعونيه انه يكون كل شيء بيناتهم بالتلفزيون بالتساوي مش خي 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 يعني صار فينا نحضر شيء مثل الخلق على التلفزيون معلوم يا ماما دوري وشوفي هيك لشوفها شهادة بالوطنية يلي اصلا ما قبل باتفاق الطائف وبعده رح يجي هلا مش قبلين باتفاق الطائف لو كنا مع شو هيدا ماما؟ ايه شو هيدا؟ يا ماما ما قلت لك اتفقوا القوات والعونية يكون كل شيء بيناتهم بالتساوي بالتلفزيون ليك ها؟ ها؟ ليك يا ماما 90 سنتي لانه المصالحه بين الناس ونحده اللبنانيين 45 سنتي ب 45 بالتساوي على القد مام